السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة المسؤولية. كنتمناكم تكونوا بألف خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، يعني نشارك معكم فيه حلوة القرقاعة. دواز أتاي سهلة وبسيطة، مكونات ديالها ماشي شي مكونات غاليين، مقاديرها بساط، وكتجي الأهم من ذلك كتجي لذيذة بزاف، كتجي هشيشة كتذوب في الفم. تابعوا الفيديو من الاول لاخر باش نجح معكم هذه الوصفه اللي كتجي رائعه. انا كتعجبني الحلوه بزاف، درتها في العيد وما تحش لي الفرصه انني نحطها في قبل من ذكرى المولد النبوي الشريف، وقلت علاش لا نحطها اليوم دابا باش اللي بغات ديرها تلقى المقادير مضبوطين. في بول كندير قريصه ديال الملح، 250 غرام ديال الزبدة، هنا درت الزبدة ديال اللدة، كتكون في درجة حرارة المطبخ، كنخدمها مزيان بيدية حتى كطوع كتولي ساهلة أنني نخدمها. كنضيف ليها كاس ديال السكر سنيدة، من الأحسن ما تعمروش، أنا ما معمراش، كنخلي فيه تقريبا جهد صباع ما عامرش. كنخدم الزبدة مع السنيدة مزيان، كنضيف كاس ديال الزيت، كنكون محمر واحد الكاس ديال الزنجلان محمراه وطحناه سمسم، كنضيف هنا ساشي ديال الفاني للتنسين، كنخدم العناصر مزيان، كنضيف كاس ديال الزنجلان محمر ومطحون. هنايا راه ضفت بيضة ولكن ما تصورتش ليا، غنكتب لكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف. عندي كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيدة معمرش، فاني، خماره، بيضه، 250 غرام ديال الزبده، رشه ديال الملح، كنخدم العناصر مزيان، كاس ديال الزنجلان سمسم محمر ومطحون. هنايا ضفت معلقه كبيره ديال حليب ديال الشوكولاتة المحلات كوبيل، وضفت معلقه ديال كاكاو المر. الا كان عندكم الكاكاو الخاص نوعي ممتازه ديروا جوج المعالق، ما كانش عندكم كتضيفوا معلقه ديال الشوكولاتة المحلات، الشوكولا اللي كنديروا مع الحليب كيكون غبره، ومعلقه ديال الكاكاو كيعطي هاد الكاكاو، هاد الكاكاو المحلى كيعطي واحد المذاق رائع لهاد الحلوه. هنا ضفت جوج المعالق ديال نشا الذره مايزينا، كتعطي واحد الهشوشيه لهاد الحلوه، كتجي شي شكل تذوب في الفم. ومن بعد كنبدا ندخل الطحين بشويه بشويه حتى نحصل على القوام المطلوب. دائما الطحين يكون خاص بالحلويات، صاشي ديال الخمارة واحدة، وكنبدا ندخل الطحين بلا ما كندلك بحال عجينة ديال صابلي غير برؤوس الأصابع ديالي حتى كتدخل ليا العجينة، حتى كيدخل الدقيق في العجينة. كتلاحظوا أن المكونات راه ساهلة وبسيطة هاد الحلوة، ولكنها كتجي لذيذة، خصوصا إلا درتو فيها هاد نشا الذرة ودرتو فيها هاد كوبيل او اي شوكولات محلات اللي كنديروه مع الحليب للوليدات، كيعطي واحد المذاق زوين. وبالنسبه للبيض، اللي بغى يدير بيضه راه يديرها، اللي مباش يديرها راه ما يديرهاش، راه ما كت غير كتخلي هاد الحلوه شاده شويه في راسها هذيك البيضه، الا ما درتوش هذيك البيضه كتجي هشيشه وكتجي زوينه. صافي، هنا كنضيف الطحين بشويه بشويه، هادي من حلويات زمان اللي كانوا كيديروها والدينا، ولكن والدينا اصلا كانوا كيديروها، الام ديالنا كانت كديرها بالحكاكه، حلوه القرقعه ديال الحكاكه اللي كتحك العجينه ديالها كتحك، كنبدا نجمعوها بشويه بشويه حتى كنحصلوا على الشكل ديال القرقعه. صافي، هنا كنا ندخل الطحين وكنجرب العجينه، الا كانت باقا كتلصق كنضيف الطحين حتى نحصل على العجينه تكون رطبه ولكن ما كتلصقش ليا بزاف يديا، ما نقصحوهاش باش تخرج لينا بسهوله في البوق وما تعذبناش.
هذا هو القوام اللي غنحصل عليه ملي نكور الكره. كنحصل على هذيك ما كتلصقش في اليد، رطبه ولكن ما كتلصقش هي في يدي. واللي بغى يزيد الكاكاو راه يزيدو، انا درت هاد اللوين عجبني ديال الكاكاو، ما كتكونش قهويه بزاف. بالنسبه للبوق في 10 سنينات حتى 11 سنه خاصها تكون فيه ويكون مجموع. صافي كناخد العجينه كنا نخرج على شكل وريضات على شكل كريكاع من الفوق، كنهز البوق من الفوق، الاول كنهزو الفوق عليه كنهبط باش نحصل على الشكل ديال الكركاع. كنعتذر على التصوير ان مبينش ليا الطريقه بزاف، خاص يكون معك شي واحد اللي يشد لك التليفون ويصور لك من كتحطي العجينه من كتخرجيها من البوق، يصور لك من القدام يجيكم تبان لكم الطريقه واضحه. المهم كديري الاولى وكديري الثانيه، لما صدقوش ليك كترجعي عاوتاني ديري حتى كيخرج لك الشكل اللي بغيتي، تكون صغيره ما تكونش كبيره، انها كتزاد في الفرن ضروري تصغروها، ديروها صغيره متوسطه ما ديروهاش كبيره بزاف باش ما تزادش لكم بزاف وتجي هاد الكركعه كبيره بزاف. حاولت انا نوريكم الطريقه من واحد الجهه اخرى ديال التصوير، كنهز البوق الفوق شويه وكنهبطه، ملي كنقرب نحطها كنكمل الشكل ديالها كنحاول نحط البوق على الطاوله. المره الاولى كنهز البوق الفوق على هذه الطريقه ومن بعد كنهبطه. كنتمنى تكونوا عرفتوا الطريقه ديالها. الفران يكون سخون من قبل، حراره متوسطه، تشعل غير من التحت حتى تبدا تحمر ليا من التحت. كنهزها وكنقاها صافي تشمعت وتحمرت واحد شويه من التحت، وكنهبطها لتحت باش تحمر، ماشي باش تحمر بزاف ولكن غير باش تشد فراسها واحد شويه نقاها انها طيبه. وفيما بانت ليا دوك الشنيت فات خارجين من اللور، كنهبطهم بالمعلقه ولا بالموس ولا بالاصبع ديالي على هذه الطريقه. حاول نقاد ليها الشكل ديالها الا كان الشكل ديالها ما مقادش. المهم ان هذوك الخطيطات خاصهم يخرجوا في البوق ويخرجوا مقادين. كنكرر ان العجينه ما تكونش قاسحه بزاف وما تكونش رطبه بزاف باش ما ديرش يكون في الفران. هنايا دخلتها الفران، الطاولة الاولى راه تحمرات هي من التحت وهبطتها باش تجمع ليا غير من الفوق، وهالطاوة يلا دخلتها عافية متوسطة. ردوا معايا البال ان اللون ديالها كيكون فيه الكاكاو لا تعود تحرق لينا. بعد ما كنكمل الحلوة ديالي كتخرج من الفران كتكون الشكل ديالها هو هذا. كندير كل وحدة مع الحجم ديال اختها، يعني بعد نوبه كتكون وحدة كبيرة وحدة صغيرة، كنقاد وحدة مع وحدة. كنكون مذوبة الشوكولاتة البيض مع شوية ديال الزيت، وكندير واحد شوية ديال الشوكولاتة نحاول أننا نضغط عليهم حتى يخرج الشوكولاتة من الجناب. ملي نحطهم منحطهمش على هاد الجهة، نحطهم على الظهر ديالهم باش الشوكولاتة ديالي ما يخسرش ليا. كانت هذه الحلوة ديالي من بعد موجتها كتجي هشيشة وكتجي بنينة بنينة، المذاق ديالها لذيذ بزاف بهذاك الجاج ديال المحمر وهشيشة والشوكولاتة البيض حتى هو كيتواتى مع هاد الكاوبيل او هاد الشوكولاتة المحلات. شوفوا الهشوشية كتجي هشيشة كتجي روعة، كنتمنىكم تجربوها. لعجبكم الفيديو اخواتي ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، تعليق محفز، بارطاجي الفيديو مع الأصدقاء والأحباب ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله وفيديو آخر إن شاء الله.